الفصائل تدخل كفر أنبودة في محاولة لاسترجاعها من قوات النظام. شرطة عفرين تواصل تضييقها على مهجري حماة وأدلب. قوات سوريا الديمقراطية تفرق مظاهرات دير الزور بالنار. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم. أفاد مراسل حلب اليوم بتمكن عناصر من الفصائل من دخول بلدة كفر أنبودة في ريف حماة الشمالي في محاولة لاستعادة السيطرة عليها من قوات النظام، مضيفا أن طيران المروحية التابع للنظام يستهدف ببرميل متفجر أحد أحياء بلدة كفر أنبودة الخاضعة لسيطرة قوات النظام. الشمال السوري محط أنظار الجميع في الوقت الحالي في ظل تطورات جديدة غيرت من خارطة السيطرة على المنطقة. قوات النظام وبدعم جوي وبري روسي وبعد حملة قصف مكثفة امتدت لأيام سيطرت على بلدة كفر أنبودة في ريف حماة الشمالي. الصور الواردة من هناك شاهدة على ضراوة المعارك التي تشبه إلى حد كبير الحروب العالمية شهدتها بلدة صغيرة صب عليها كل أحقاد النظام وميليشياته لتسقط بين براثنه. كفر أنبودة تعتبر بوابة المناطق المحررة التي يسيطر عليها الثوار في الشمال، وهي منطقة حدودية مع الريف الجنوبي لإدلب وخط الدفاع الأول عنها. تحتل المنطقة التي تحاول قوات الأسد التوغل فيها أهمية استراتيجية باعتبارها صلة الوصل بين الريف الشمالي لحماة ومنطقة سهل الغاب في الريف الغربي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف برر هجمات نظام الأسد واستهدافه المدنيين والمراكز الحيوية في إدلب وحماة بالرد على من وصفهم بالإرهابيين الذين قال إنهم استهدفوا قاعدة حميميم الروسية. التطورات الحالية تأتي في الوقت الذي تستمر فيه الطائرات الروسية ومروحيات نظام الأسد بقصف مناطق الريف الجنوبي لإدلب وصولا إلى ريفي حماة الشمالي والغربي وسط حالة نزوح كبيرة للأهالي. وكانت قوات النظام والميليشيات المساندة لها دخلت قلعة المضيق وثلاث مناطق في الريف الغربي لحماة دون قتال بعد انسحاب الفصائل العسكرية منها على رأسها هيئة تحرير الشام. لم يكتفي نظام الأسد بالسيطرة على بلدة كفر أنبودة بريف حماة حتى انتقل بقواته ليحاول السيطرة على المزيد من الأراضي. قوات النظام سيطرت على مناطق بريف حماة الغربي تزامن مع غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة منها قرية العنكاوي بريف حماة وخان شيخون بريف إدلب. الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير قال في تصريحات خاصة لحلب اليوم إن الفصائل قامت بالانحياز من ثلاث مناطق وهي قلعة المضيق وقريتي الكركات وتل هواش، موضحا أن النظام كان يرصد تلك المناطق ناريا حيث يسيطر على مناطق مرتفعة منها قلعة المضيق الأثرية من جهة حاجز الآثار. حول سيطرة النظام على مناطق جعاطة والتوينة والشريعة لفت الناطق إلى أنه لا معلومات تؤكد إحكام النظام سيطرته عليه. مطلع العام الحالي بدأت هيئة تحرير الشام عملا عسكريا في الشمال السوري ضد فصائل الجيش الحر وتمكنت من السيطرة على مناطق في إدلب وريف حلب وأرياف حماة منها قلعة المضيق. بوابة سهل الغاب والخزان الزراعي والتجاري الذي ترتكز عليه قرى حماة الأخرى هكذا تعتبر قلعة المضيق، كما أنها إحدى خواصر جبل شحشبو الذي يعد امتدادا لجبل الزاوية في الجزء الشمالي الغربي من مدينة حماة. ومعنا مراسل حلب اليوم بدر كجك من الريف الشمالي. أرحب بك بدر، يعني ما هي آخر تطورات المعارك في ريف حماة
الشمالي. نعم، لا تزال المعارك مستمرة إلى هذه اللحظة بين الثوار من طرف، خصوصا على جبهة كفرنبودة، بين الثوار من طرف وبين الميليشيات المتواجدة التي دخلت بلدة كفرنبودة مؤخرا. الآن الأنباء تشير إلى أن الثوار تمكنوا من دخول أحد الأحياء في بلدة كفرنبودة من الجهة الجنوبية التي تقع جنب الهبيط. طبعا قوات النظام تعمل على تتبع سياسة الأرض المحروقة، حيث تقوم باستهداف جميع القرى المحيطة بالمناطق التي قامت بالسيطرة عليها مؤخرا كالهبيط وخان شيخون. استهدفت بلدة الهبيط بأكثر من 30 غارة جوية منذ صباح اليوم. أيضا خان شيخون تتعرض لقصف عنيف جدا برجمات الصواريخ والطيران الحربي والمروحي، مما أدى لوقوع ضحايا مدنيون خرج. أيضا هناك قوات عسكرية تأتي من الجبهة الوطنية للتحرير باتجاه قلعة المضيق أو سهل الغاب بالأحرى لصد أي محاولة تقدم، كما ذكرت مصادر عسكرية هناك. بعد خروج هيئة تحرير الشام من قلعة المضيق والقرى التي كانت تقع تحت سيطرتها ودخول قوات النظام دون أي اشتباكات تذكر هناك، بينما في بلدة كفرنبودة دارت اشتباكات عنيفة جدا وتمكنت قوات النظام من دخول البلدة. والآن الاشتباكات تدور على أطراف البلدة بمحاولة من الثوار لاستعادتها وتحريرها من قوات النظام المتواجدة الآن داخل البلدة. طيب، يعني في جميع ما ذكرت، يعني في ظل القصف والمعارك، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية هناك؟ هذا الأوضاع الإنسانية، المدنيون أغلبهم خرجوا من تلك المناطق بسبب همجية القصف التي تتبعها قوات النظام وميليشياته المتواجدة هناك، إن كان في الطيران الحربي أو المروحي أو راجمات الصواريخ أو المدافع. تمهيد عنيف جدا يكون من قوات النظام على البلدات المحيطة في كفرنبودة كان أو قلعة المضيق، مما أدى إلى خروج المدنيون باتجاه الشمال السوري. أكثر من 150 ألف خرجوا من المناطق التي تشهد اشتباكات أو تشهد قصف بالأحرى بالطائرات ورجمات الصواريخ، خرجوا باتجاه الشمال السوري باتجاه المخيمات باتجاه مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي. طبعا لا تزال حركة النزوح أو حركة التهجير، لو قلنا بسبب الطيران الحربي والمروحي والقذائف، لا تزال إلى الآن الأرتال المدنيين تخرج باتجاه الشمال السوري واتجاه المخيمات الحدودية. أشكرك جزيل الشكر من الريف الشمالي مراسل قناة حلب اليوم بدر كجاك لمشاركتك معنا. إلى ذلك، برر أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام سقوط قلعة المضيق وكفرنبودة بريف حماة بأن تلك المناطق خاصرة هشة للنظام، واتهم الجولاني أهالي تلك المناطق بمنع الفصائل من بناء التحصينات فيها. التصعيد العسكري للنظام وروسيا في ريف إدلب وحماة طرح تساؤلات حول إحجام هيئة تحرير الشام على مواجهته بقوة واقتصار المشاركة على مجموعات صغيرة، مشاركة وصفت بالخجولة. زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني وخلال لقائه بمجموعة من الناشطين في إدلب بحسب ما نقلته شبكة شام، برر سقوط قلعة المضيق وكفرنبودة في ريف حمات أن تلك المناطق خاصرة هشة استغلها النظام كونها مرصودة من طرف قوات الأسد. وأضاف الجولاني أن مدنيي تلك المناطق كانوا يمنعون الفصائل من بناء التحصينات فيها، إضافة لأن النظام يرصد أي حركة من مواقعه. الجولاني الذي منع الجيش الوطني من دخول إدلب برر ذلك بأن فصائل الجيش الوطني لديها خطوط مواجهة كبيرة من النظام، وبإمكانها فتح تلك الجبهات والتخفيف عن ريفي إدلب وحماة على حد قوله. زعيم تحرير الشام بحسب مراقبين وفي تبريره لخسارة قلعة المضيق وكفرنبودة تناسى ما فعلته الهيئة بحركة إحرار الشام خصوصا في منطقة سهل الغاب وسحبها للسلاح الثقيل وتعهدها بحماية المنطقة من هجمات النظام.
المرصد السوري لحقوق الإنسان بيّن في تقرير له أن هيئة تحرير الشام تضم في صفوفها حالياً نحو 25,000 مقاتل. ويوضح الباحثون في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر أن حوالي 20% من مقاتليها أجانب، حيث استطاعت تحرير الشام فرض سيطرتها على معظم محافظة إدلب بعد قتالها للفصائل. كشف تقرير حقوقي عن استهداف ممنهج للمنشآت الصحية والتعليمية ودور العبادة في الشمال السوري ضمن حملة القصف والتصعيد الذي تعيشه المنطقة. تتواصل حملة النظام على الشمال المحرر، قصف مكثف وتصعيد متواصل، أبرز الضحايا هم المدنيون. الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً وثقت فيه أكثر من 1000 غارة جوية على الشمال، منها نحو 500 نفذتها طائرات النظام ونحو 600 نفذها الطيران الحربي الروسي، بالإضافة للقصف المدفعي والصاروخي. 108 قتلى سقطوا منذ التصعيد، 71 منهم على يد قوات النظام، بينهم 12 طفلا و18 امرأة، و37 قتيلا نتيجة الغارات الروسية، بينهم 14 طفلا و6 نساء. القصف لم يوفر المراكز الصحية، حيث تم الاعتداء على ما لا يقل عن 11 مسجدا و18 منشأة طبية و9 مراكز للدفاع المدني. تقرير الشبكة أكد أن الاستهداف كان ممنهجاً ومدروساً للمشافي ومراكز الإيواء، ما يعتبر جريمة حرب تستوجب العقاب الدولي، إضافة إلى أن قوات النظام وروسيا انتهكا قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، منها عدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. عداد ضحايا التصعيد العسكري في الشمال لا يتوقف ولا يعرف شهرا فضيلا من غيره، حيث قتل يوم أمس 14 مدنيا بالقصف على مدن وبلدات ريف إدلب، بينهم امرأتان وطفل. كل ذلك عدا عن موجة النزوح التي شردت آلاف العائلات التي لا تجد لها سقفا سوى السماء ولا فراشا سوى الأرض. هذا ويفرض جهاز الشرطة في منطقة عفرين بحلب شمالية سوريا تضييقاً وتشديداً على دخول النازحين الهاربين من قصف النظام وروسيا على إدلب وحماة. وقال مصدر من الشرطة في عفرين لوكالة سمارت إن السبب وراء ذلك عدم قدرة المنطقة على تحمل موجات نزوح كبيرة، مضيفاً أن هناك العديد من العائلات استطاعت الدخول لوجود أقرباء لها في عفرين تكفلوا بدخولهم وبقائهم فيها. أما المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري وصف العملية العسكرية التي تقودها روسيا على إدلب بالمتهورة، في الوقت الذي قال فيه إن موسكو أبلغت واشنطن بمحدوديتها. أيضا قال رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري إن نظام الأسد لا يؤمن بالحل السياسي بل يسعى للحل العسكري. وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة غازي عنتاب أوضح الحريري أن روسيا ليست حيادية بل هي طرف في النزاع وتدعم نظام الأسد ماديا وعسكريا وسياسيا، داعيا الحكومة التركية لتكثيف الجهود في سبيل وقف ما وصفها بالمجزرة على اعتبار أنها جزء من اتفاقية سوتشي ولها نقاط مراقبة على الأرض. فبشار الأسد مارس إرهاب الدولة المقونن تجاه الشعب السوري، وهيئة تحرير الشام إضافة إلى مشروعها الإيديولوجي الخارج عن الأجندة الوطنية السورية لا أعتقد أنها تحمل مستقبلا أفضل للشعب السوري أو تحمل المستقبل الذي نحلم به. ونحن مع التخلص من داعش ومن القاعدة بأي شكل من الأشكال، لكن أن لا يكون هذا القتال ذريعة من أجل تحقيق، يعني نتخلص من إرهاب بيجي إرهاب بشار الأسد بداله. لا يجب أن يكون ذريعة لتقدم النظام ومحاربة التنظيمات الإرهابية كما جرت محاربة داعش في مناطق أخرى بجهد دولي. ينبغي أن لا يترك السوريين مع هذا الواقع لوحدهم، فبالتالي نحن نؤيد تحرك دولي جاد لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سوريا،
لكن على ألا يكون ذلك على حساب الشعب السوري وقتل الشعب السوري كما حدث في مناطق أخرى في محاربة داعش، ولا أن يكون ذلك ذريعة من أجل إعادة سيطرة النظام على هذه المناطق. وفي الإطار ذاته نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن دبلوماسيين إقليميين أن حملة التصعيد الأخيرة على شمال غرب سوريا سببها تجاذبات بين روسيا وتركيا لترسيخ مناطق نفوذهما في المنطقة. فيما قال قيادي عسكري في الجيش الوطني لحلب اليوم إن معركة النظام في محافظة إدلب ستكون محدودة، والهدف منها هو فتح الطريقين الدوليين حلب اللاذقية وحلب دمشق. ضبابية حول مصير الشمال السوري المحرر، خاصة بعد حملة التصعيد الأخيرة لقوات النظام وروسيا بريف إدلب وحماة، وفي ظل غياب أي تحرك للضامن التركي. صحيفة الغارديان البريطانية نقلت عن دبلوماسيين غربيين رفيعي المستوى أن احتمال شن النظام وروسيا عملية برية تستهدف إدلب احتمال ضئيل، مقارنة مع حملة عسكرية محدودة تمنح قوات النظام وروسيا موطئ قدم في إدلب مقابل السماح لتركيا بتعميق منطقة سيطرتها الحالية إلى الشرق. الدبلوماسيان قالا إن هناك مقترحا يقضي بتفاهمات جديدة بين روسيا وتركيا والنظام، سيتم بموجبه قضم المنطقة العازلة لمسافة تصل إلى 25 كيلومترا لقاء السماح لتركيا بالاستيلاء على تل رفعت وفق الغارديان. أما صحيفة كوميرسانت الروسية نقلت عن خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية كيريل سيمينوف أن ما يحدث في تل رفعت وإدلب مترابط، مرجحا وجود محادثات بين روسيا وتركيا عن تبادل جزء من الأراضي في إدلب مع أراضي محيطة بتل رفعت، معتبرا أن على موسكو الأخذ في الاعتبار مصالح تركيا وكذلك التوتر بين أنقرة ودمشق بحسب الصحيفة. قيادي بارز في الجيش الوطني رفض الكشف عن اسمه، قال لحلب اليوم إن المعركة على إدلب لن تكون شاملة بل جزئية قد تطال بعض الأرياف فقط لتجنيب تركيا موجة نزوح ضخمة، إضافة لفتح الطرق الدولية المتفق عليها في اجتماع سوتشي. وأشار القيادي أنه بعد إنهاء ملف الجنوب باتت إدلب ضمن الأهداف الاستراتيجية لروسيا لحماية قاعدة حميميم التي تتعرض لهجمات متفرقة بطائرات مسيرة، ما يجعل احتمال اتجاه المعركة نحو ريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الغربي لتأمين جبهة الساحل ومطار حميميم. القيادي قال إن النظام يسعى للسيطرة على الطريق الدولي الذي يمر بسراقب ومعرة النعمان وخانشيخون ويصل شمال سوريا بجنوبها، وتعود فوائد إعادة فتحه على كل من تركيا وسوريا والأردن. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. رقصته أبكت الملايين، طفل أفغاني يحتفل بحصوله على طرف صناعي. في سؤال دائما يتكرر عن موضوع الانبهار بالغرب، إذا أردنا أن نؤثر في الإنسان فعلينا أن نفهم الإنسان. والمجتمعات اللي تستطيع تنجح في هاي الاختبارات البسيطة قادرة على أن تنجح وتخترق كل السدود اللي تبنى أمامها. يا هل هناك فرصة للأمم أن تتقدم؟ من هذين الأفقين، أفق العقيدة وأفق حاجات الإنسان، نقوم الحضارة الغربية. من القضايا الملحة اليوم قضية القراءة، ذلك أن المسلمين الذين يقال لهم أمة اقرأ، نحن المسلمين ننظر إلى الحضارة الغربية من أفقين. هذا الاضطراب اللي موجود عندنا بين أن احنا نعجز عن حل المشاكل الصغيرة ونتطلع لحل المشاكل الكبيرة. الأمة اليوم التي لا أرشيف لها أمة لا ذاكرة لها. الغربة عن الأوطان صعبة وشاقة. ولا احنا محكوم علينا قدرا ان احنا لن نتقدم لان الغرب يحاربنا ويمنعنا من التقدم. كل العالم بيعرف انه نحن بسوريا طبخنا غير واكلاتنا كمان غير والنفس اكيد غير.
مشان هيك حبينا نعرف العالم أكثر عن طبخاتنا ونقدم لهم وصفات وأطباق شهية بشهر رمضان المبارك. وصفات شهية ومكونات خفيفة رح تكون ببرنامجنا بهارات رمضانية خلال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة حلب اليوم الفضائية بالأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. استقدمت قوات سورة ديمقراطية تعزيزات عسكرية على بلدة ديبان بريف دير الزور الشرقي عقب خروج مظاهرات حاشدة في البلدة وفقا لدير الزور 24. تعزيزات عسكرية وصفت بالكبيرة تضم عربات عسكرية من نوع همر بالإضافة لعشرات المقاتلين. بدأت قوات سوريا الديمقراطية باستقدامها إلى بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي على إثر مظاهرة شعبية في البلدة نددت بسياسة قسد وفقا لشبكة دير الزور 24. ولعل التنديد والغضب من مقتل 7 مدنيين نتيجة عملية عسكرية نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشحيل هي الأسباب الحقيقية وراء المظاهرة الأخيرة في بلدة ذيبان وفقا لذات الشبكة. الاحتجاجات في بلدة ذيبان سبقها احتجاجات غاضبة في بلدة الشحيل قام المحتجون فيها بحرق نقاط وحواجز لقوات سوريا الديمقراطية بالإضافة لقطعهم الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة وفق مصادر حلب اليوم التي أفادت بقيام قسد بإخلاء نقاطها ومقراتها مؤقتا خوفا فيما يبدو من تصاعد الموقف العشائري ضدهم. وفي ردها على اتهامات الأهالي لقوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ مجزرة بحق المدنيين في الشحيل قال مركز دير الزور الإعلامي التابع لقسد إن العملية التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية كانت ضد خلية سرية لتنظيم الدولة تمكنت فيها القوات وبدعم من التحالف من إلقاء القبض على أبو البراء السوري المتهم بشراء الأسلحة والمتفجرات لصالح التنظيم وفقا للمركز. وسط تنامي المظاهرات في دير الزور يبدو أنها بدأت تأخذ منحا عشائريا قد يهدد مصالح قوات سوريا الديمقراطية وربما يضعها في اختبار لقدراتها على إدارة المنطقة وحماية مصالحها هنا. عالميا رأى الكاتب أليكس وارد في مقال على موقع فوكس الأمريكي رأى أن الولايات المتحدة أقرب إلى المواجهة العسكرية مع إيران أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تزايد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران وإدراج ميليشيات تدعمها إيران على قائمة المنظمات الإرهابية. يأخذ التصعيد الأمريكي ضد إيران منحا متصاعدا في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تصعيد تقول الإدارة الأمريكية إنه يهدف لتغيير سلوك إيران. بداية التصعيد الأمريكي كان قبل عام بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 وهو ما أعاد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران كما صنفت إدارة ترامب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية وألغت إدارته إعفاء 8 دول من استيراد النفط الإيراني ما جعل عائدات إيران من النفط 0 دولار. يقول الكاتب الصحفي أليكس وورد في مقالة له في موقع فوكس الأمريكي إن العقوبات الاقتصادية تسببت بانهيار الاقتصاد الإيراني وأغرقت البلاد في ركود يزداد عمقاً ما أثر على حياة الإيرانيين القابعين في ظل حكم النظام الإيراني الذي وصفه الكاتب بالوحشي. ومع وصول أثر العقوبات الأمريكية إلى أوجه أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستبدأ تخزين مزيداً من اليورانيوم منخفض التخصيب وهو ما يمكن طهران من إنتاج قنبلة نووية. كما منح روحاني الدول الأوروبية مهلة 60 يوما لإنهاء الضغط الأمريكي على قطاع النفط والمصارف الإيرانية أو عقد صفقة جديدة مهددا بأن طهران ستخصب اليورانيوم إلى مستويات محظورة. ويرى الكاتب أليكس وورد أن الولايات المتحدة أقرب إلى المواجهة العسكرية مع إيران أكثر من أي وقت مضى خاصة مع تسريع رحلة حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط مع قاذفات B-52 بينما تبقى احتمالات أخرى واردة بين خضوع إيران لطلبات تغيير السلوك الأمريكية أو ربما توصل الطرفين لاتفاق جديد.
أصدر وقف الأبحاث التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التركي دراسة قال فيها إن السوريين أنعشوا الاقتصاد التركي من خلال استثماراتهم في عدة ولايات تركية خلال السنوات السابقة. دراسة جديدة نشرها وقف الأبحاث التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التركي أشاد من خلالها بإسهامات رجال الأعمال السوريين في تركيا. الدراسة استشهدت بالإنعاش الذي حققه السوريون بالأماكن التي يعيشون فيها بأعداد كبيرة، وعلى رأسها ولايتي إسطنبول وغازي عنتاب، مؤكدة أن 90% من السوريين في تركيا يعيشون بالاعتماد على إمكانياتهم الخاصة. وذهبت الدراسة إلى أن استثمارات رجال الأعمال السوريين بلغت عام 2014 1.22 مليار ليرة تركية، أما في عام 2015 فقد احتل السوريون المركز الأول بين المستثمرين الأجانب، فيما وصلت الاستثمارات الخاصة بالسوريين خلال السنوات الأخيرة ل3.5 مليار دولار بحسب الدراسة. الخبير الاقتصادي جلال بكار قال إن تركيا كانت نقطة التقاء لفئتين مختلفتين من السوريين، فقد جمعت بين من لديهم أفكارا لمشاريع عدة مع أشخاص يملكون رؤوس أموال، منوها إلى أن الاقتصاد التركي قائم على 2 من المجالات 3 الرئيسية التي اختص بها السوريون في تركيا، وهما المجال السياحي والتطوير العقاري، مضيفا أن السوريين اختصوا بتأسيس الأبنية وترميمها، لكن استثماراتهم في هذا المجال لم تتجاوز 4 مليون يورو و600 ألف. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر الطفل الأفغاني أحمد رحمن البالغ من العمر 6 سنوات، وهو يعبر عن فرحته بالحصول على ساق صناعية بدلا من ساقه الذي فقدها جراء لغم أرضي منذ أن كان في شهره 8. ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحاتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. لقاؤنا يتجدد في نشرة المساء. إلى اللقاء.